أهل البيت صلوات الله عليهم إرادتهم من إرادة الله سبحانه وتعالى في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه المعتبرة التي هي من أصح الزيارات سنداً. الإمام يقول في هذه الزيارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. فنحن عندما نذهب إليهم، عندما تذهبون إلى كريمة أهل البيت في قوم، عندما تذهبون إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في مشهد واحد، بهذه الروحية يجب أن يذهب إليهم.